بونسيو تو المون. الزوج الاول مساء الخير. بون اليوم كهيئة الدفاع او مجموعة بعض من اعضاء هيئة الدفاع في ملف خمس شباب الذين تم توقيفهم يوم السبت او يوم الاحد 4 ابريل، ومجموعة أخرى تم اعتقاله بالأحرى، نقول التعبير الصحيح، اعتقاله اليوم 5 أبريل 2021، وهم محمد التجديد، صهيب دباغي، خيمور بن الدين، مالك رياحي، ودباغي طارق. وين عرفت الثورة السلمية؟ ثورة 22 فبراير 2019 نوعا من الممارسات منذ بدايتها، ممارسات نقدر نقول عليها خارجة عن القانون، أو هي خروقات يستعملها النظام القائم أين تستغل العدالة الجزائرية في ذلك. هذه الممارسات منذ بداية الثورة الهدف منها هو وضع حد للثورة السلمية، إجهاضها بأية وسيلة كانت، فأصبحت الاعتقالات ووضع متظاهرين رهن الحبس المؤقت هي الوسيلة الوحيدة التي عرفناها منذ أكثر من سنتين. أين وصلنا؟ يمكن أن نقول بالأرقام إلى منذ سنتين إلى اعتقال أكثر من 400 متظاهر، وهناك متابعات جزائية أو ملفات مطروحة على القضاء الجزائري على المستوى الوطني لحوالي 1200 متظاهر، وهي ملفات معروضة أمام القضاء حاليا. وصلنا في الأونة الأخيرة وما حدث منذ أسبوع ملف تجديد الذي أحدث ضجة على المستوى الإعلامي الوطني والدولي. هناك أخبار كثيرة تداولتها الصحافة ووسائل الإعلام من مكتوبة مرئية وحتى إلكترونية، وحتى أن هناك ندوتين صحفيتين للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أين نشط هاتين الندوتين فيما يخص ملف تجديد والشباب الموفقين له. لكن قام بتنشيط تلك الندوتين بعنوان قضية القاصر شتوان سعيد أو شتوان محمد أرسي المعروف بسعيد. نحن اليوم في نقاشنا أو في ندوتنا نستهلها بالحديث عن قضية تجديد، لأن ما يهمنا في الأمر هو قضية شباب الحراك. لا أقول أن قضية القاصر لا تهمنا، لكن اليوم يمكن أن نصل إلى قول أن لا علاقة بالقاصر بالقضية المطروحة ضد تجديد. هناك متابعات قضائية تبع أو اتهامات قاموا بمتابعة هؤلاء الشباب من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، ثم إحالة الملف إلى قاضي تحقيق لدى نفس المحكمة، وهي تهم من جناية إلى جنحة، أين نجد أن الملف مضخم سواء من طرف نائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، كذلك ملف مضخم من طرف وسائل الإعلام.
كلمة للأستاذة ريزازكي هي تقوم بالتفصيل عن هذه التهم. السلام عليكم أزوجة الله ولك المثلة. سأواصل كلمة زميلة أميليا ميدا فيما يخص الجناية والجناح المتابع بها نشطاء الحراك كل من تجديد محمد وصهيب دباغي طارق دباغي وخمود نور الدين كذلك مالك رياحي. دونك هما متابعين بجناية المشاركة في قيادة وتنظيم جمعية أشرار مع ستة جنح. جنحة نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن الوطني الأمن العمومي والنظام العام. جنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر وبث صور بأي وسيلة من شأنها الإضرار بالطفل. جنحة استغلال الطفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام. جنحة تحريض قاصد لم يتم 18 سنة على الفسق وفساد الأخلاق وتشجيعه عليه وتسهيله له. جنحة ابعاد قاصر لم يكتمل 18 سنة بالإضافة إلى الجنحة السادسة وهي استهلاك مخدرات المؤثرات العقلية. هذه النصوص القانونية المعاقب عليها بموجب المادة 144 مكرر، المادة 146 والمادة 177 فقرة 3، المادة 196 مكرر، المادة 326، المادة 342 فقرة الأولى، المادة 42 من قانون العقوبات بالإضافة إلى المادة 12 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة 140 والمادة 141 من قانون حماية الطفل. سأحيل الكلمة للزميلة علي. شكرا أستاذة. ندير مقارنة بين التهم التي سددتها الأستاذة ريزكي والموجودة في الملف المطروح أمام العدالة والتهم اللي سمعناها عبر وسائل الإعلام وخلال الندوة الصحفية التي نشطها السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. والتهم باطلة، تهم ماهوش موجودة داخل الملف. الثوب القانوني الذي
يجب إلباسه لها والثوب الإعلامي. في الكثير من الأحيان تقبل ما ماهيش متطلبة. الأساس أو الموضوع الأول أن هؤلاء الشباب أو المتهمين بالقانون الجديد محمد وصوري الباقي ولي عبد الملك وخي الجديد أحمد أولا من الناحية العمرية هم شباب يجوا ما كانش يجوز في 30 أو 30 اثنين الشنطة الحراق هم معروفين ولو أنهم بدرجة شكل مدافع حديث الدعاء العام بمعنى انهم في تعبير اشرار معتدي الاجرام مع العلم انه حتى نرجعوا انه الملاحقات العربيه كانت ملاحقات في اطار نشاطهم في الحراك المتبع او غير الملاحقات كانت بفهم سياسيه اللي تعرفوها كما يعرفها المواطن الجزائري المساس الترجمة أو المظاهرات أو إهانة القوى العمومية حتى المتابعة المتابعات السياسية فضلا على الأحكام اللي صدر بحق لا سيما في الملفات المتعلقة بالحراك في أغلبها أحكام غير نهائية باستثناء ملف رياحي مليح حديث السيد نائب العالم قضاء الجزائر بأن ويهدف إلى تشكيل صورة هؤلاء وإضعاف الوجه القانوني في الملف القضائي لأنه من الله أنه ساعة وقت تنشيط الندوة الصحفية جاء في كلام السيد موسى الادعاء أنه في تلك الأثناء المتهمون كان يقدم الشباب كان يتم استشهادهم من طرف السيد